الوطنية للكهرباء والماء الصالح للشرب. استقبلنا اليوم أعضاء المجلس الإداري للبنك الإفريقي للتنمية اللي كيقوم بواحد الزيارة ديال العمل للمملكة المغربية، وهذه الزيارة اللي كيقوموا بها أعضاء المجلس الإداري للبنك الإفريقي للمكتب الوطني للكهرباء لهذه المحطة الجديدة اللي هي محطة المعالجة ديال فم عزة، كيدخل في إطار تقييم المشاريع اللي تم الإنجاز ديالها طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، وتم التمويل ديالها من طرف البنك الإفريقي للتنمية. هذا اللقاء طبعا كان مناسبة لاستعراض الحصيلة ديال التعاون، حصيلة ديال العمل مع البنك الإفريقي للتنمية، واللي هي شراكة كنعتبروها شراكة ناجحة، لأنها شراكة تعود إلى سنة 1973 بالنسبة لقطاع الكهرباء، و 1978 بالنسبة لقطاع الماء. هذه الشراكة اللي تميزت تقريبا بتمويل مشاريع كبيرة وكبيرة جدا بالنسبة لقطاع الماء منذ سنة 1978، تم تمويل ما يناهز تقريبا 900 مليون ديال تقريبا ديال الدرهم، 900 مليون ديال الاورو، اي ما يناهز تقريبا 9 المليار ديال الدرهم اللي تم الانجاز ديالها وتم تمويل بها هذه المشاريع الكبيره اللي تم انجازها في اطار الشراكه مع البنك الافريقي للتنميه. هذه المناسبه كذلك كانت مناسبه سانحه لاستعراض كذلك اهم المنجزات اللي كانت يعني قبل هذا المشروع اللي تم الانتهاء منه اليوم، الا وهو المشروع ديال الربط ديال المنطقه ديال مراكش بسد المسيره، وهو انجاز وحيد يعني فيما يتعلق بالتكنولوجيا اللي تم الاستعمال ديالها، اللي هي عباره عن ثقب تم الانجاز ديالو في يعني في البراج ديال سد المسيره، اللي في الحقيقه كانت عمليه ناجحه وناجحه جدا، وحنا اليوم كنشتغلوا مع البنك كذلك لتعميم هذه العمليه بالنسبه للسدود الاخرى. هذه المناسبه كذلك كانت مناسبه سانحه كذلك لاستعراض المشاريع اللي تمت البرمجه ديالها من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، اللي هي اللي غيتم الانجاز ديالها في افق 2035. هذه المشاريع مهمه والمهمه جدا، لانها تحتاج الى تمويل كبير وكبير جدا، اي ما يناهز 70 مليار ديال الدرهم سيتم تقريبا يعني اللجوء اليها لانجاز هذه المشاريع الكبرى. واليوم البنك الافريقي للتنميه بدا فعلا الاستعداد ديالو الكبير لمواكبه انجاز هذه المشاريع مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.